السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إخواني شخباركم؟ كل شيء بخير، تمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم خوكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة. ما تنسوش إخواني تغطوا على زر إعجاب باش الفيديو يطلع ويحقق نتائج إيجابية بشعار عاش المغرب لا عاش من خانه، ولا غالب إلا الله، والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. نمر إلى أبرز العناوين. الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت. طائرة وزير الخارجية الروسي تصل إلى مراكش ولهذا السبب. قيادي في حماس يهين النظام العسكري الجزائري ويتسبب لها في سخرية عارمة. واش كاين شي تأثير على أنبوب الغاز مع المغرب؟ نيجيريا باغا تعزز العلاقات مع البوليساريو. المغرب يجنب إسبانيا حمام دم، وهذه هي تفاصيل الحوارات الأطلسية. عمر هلال: بإمكان المغرب أن يصبح عضوا دائما في مجلس الأمن. رسميا جبهة البوليساريو الإرهابية تتبنى عملية استهداف أسرد بمقذوفات متفجرة، وما قالته أيضا. الباريس يلتقي ديمسورا مباشرة بعد تأكيده من قلب الرباط استمرار دعم إسبانيا للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية. بكل اختصار خبر القرن، شاهد من أهلها القيادية الإسلامية الجزائري عبد الرزاق مقري. واشنطن حسمت موقفها بدعم مبادرة الحكم الذاتية وتلوي ذراع الجزائر، والجزائر ستنصاها. تفاصيل حصرية تسمعها لأول مرة. بعد اعتراف البوليساريو بجريمة أسرد، الجيش المغربي يقصف المنطقة العازلة ويطيح بشاحنة وتمانى من مرتزقة البوليساريو، وهذه هي التفاصيل. الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت إثر وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيق. ومما جاء في برقية جلالة الملك: فقد تلقيت ببالغ الحزن وعميق الأسى نعي المشمول بعفو الله تعالى ورضاها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيق الذي وفاه الأجل المحتوم، مشمولا بالمغفرة والرضوان. طائرة وزير الخارجية الروسي تصل إلى مراكش ولهذا السبب. تشهد مدينة مراكش انعقاد أشغال الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي يومي 19 و20 دجنبر 2023، ويرتقب أن يحضره وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف. وتراهن روسيا والدول العربية على القمة في سياق التحولات الدولية والأزمات القائمة والانفتاح على الشراكة بين الطرفين وتعزيز مكانة روسيا في المنطقة العربية وإفريقيا. وستكون قضايا الأمن والحرب على غزة ضمن القضايا المطروحة في القمة فضلا عن قضايا التنمية. وتمنت جامعة الدول العربية الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل التحضير وإنجاح أعمال المنتدى العربي الروسي. وعبر مندوبو الدول العربية عن تطلعهم لأن يشكل اجتماع مراكش فرصة لدفع التعاون العربي الروسي المشترك إلى أفاق أكثر أرحب. وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية خلال 2021 أكثر من 18 مليار دولار.
قيادي في حماس يهين النظام العسكري الجزائري ويتسبب لها في سخرية عارمة. بغيك حلها عمه مثل شعبي مغربي جسده القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على أرض الواقع وهو يهاجم فرنسا، متسببا للنظام العسكري الجزائري في حرج كبير وسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي. أسامة حمدان وفي لقاء صحفي وهو يهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متهما إياها بحشد الدعم ضد المقاومة الفلسطينية في مقابل دعم الاحتلال الصهيوني الذي يقوم بجرائم إبادة في حق الشعب الفلسطيني، طالبه بأن يعيد جماجم المقاتلين الجزائريين التي تحتفظ بها فرنسا في متاحفها قبل الحديث عن الحرية وحقوق الإنسان. وقال حمدان أنه لا يتصور أن تحتفظ دولة تدعي احترام حقوق الإنسان بجماجم بشر في متاحفها، في إشارة لتناقض موقف هذه الدولة الفرنسية مع سلوكها. ولم يستطع النظام العسكري الجزائري الذي يحكم القوة الضاربة استرجاع جماجم من يصفهم بشهداء الجزائر بين قوسين من متاحف المستعمر السابق، ما يجعل من تصريح القيادية الحمساوية سب وإهانة لجزائر النيفة كما يحلو لأصحابها تسميتها. والأكثر من ذلك، سبق وأن وجد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسه وسط موجة سخرية عارمة بعد تحدث تقارير عن تسليم فرنسا للجزائر مجموعة من الجماجم بعضها للصوص بدلا من جماجم مقاومين جزائريين، كما أثار التقرير التساؤل حول ما إن كان المسؤولون الفرنسيون يعرفون الحقيقة أم أنهم ضحكوا على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي كان يرى في استعادة الجماجم نصرا للذاكرة ونصرا سياسيا لها في مواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا ولا تزال فرنسا تضع جماجم الجزائريين في متحف التاريخ الطبيعي رافضة قانون يسمح بإعادتها إلى الجزائر في وقت تصر فيه الأخير على إعادة تلك الجماجم كخطوة رمزية قد تكون بداية لاعتراف رسمي من فرنسا بجرائم الاستعمار. واش كاين شي تأثير على أنبوب الغاز مع المغرب؟ نيجيريا باغا تعزز العلاقات مع البوليساريو. قالت جبهة البوليساريو أن زعيمها إبراهيم بن بطوش توصل برسالة جوابية من الرئيس النيجيري بولا أحمد تينيبو ردا على رسالة التهنئة التي بعث له بها بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال نيجيريا. ونقلت البوليساريو عن الرئيس النيجيري قوله في الرسالة إنه يتطلع لتعزيز العلاقات مع البوليساريو بين قوسين، وأن نيجيريا ملتزمة بالسلام والأمن والحكم الديمقراطي في القارة الإفريقية. مسألة تعزيز العلاقات يمكن أن تكون عادية في ظل اعتراف نيجيريا بجبهة البوليساريو ومواقف نيجيريا الضبابية من نزاع الصحراء المغربية المفتعلة، ولكن واش من ممكن تكون هناك انعكاسات لتلك العلاقات على العلاقات مع المغرب، خاصة الشق المتعلق بأنبوب الغاز المغرب نيجيريا. نيجيريا مختلفة عن جنوب إفريقيا، نيجيريا وخا معترفة بالبوليساريو مخلية زخم العلاقات مع المغرب، وحتى مسألة أنبوب الغاز غادي في الطريق الصحيح وابتعد لأكثر مسافة تقدر عن نزاع الصحراء، ولكن هاد ابتعاد غادي جنهار ويكون خاصهم يحسموا في موقفهم من نزاع الصحراء، لأن هاد أنبوب غادي يدوز من الصحراء المغربية وما كاين حتى آلية باش تتفادى الاصطدام مع المغرب سوى تكون معنا أو ضدنا. المغرب يجنب إسبانيا حمام دم، وهذه هي التفاصيل. المخابرات المغربية تساعد نظيرتها الإسبانية في تفكيك شبكة من الدواعش كانوا يخططون لأعمال إرهابية فوق التراب الإسباني، حيث أعلنت الشرطة الإسبانية أمس السبت أنها تمكنت بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب من تفكيك شبكة للإشتباه في تورطها في التحضير لتنفيذ مخططين إرهابيين وتمويل نشاط عناصر تنظيم داعش. وأسفرت هذه العملية عن توقيف 5 أشخاص في إسبانيا بأقاليم مختلفة حسب ما أشارت الشرطة الإسبانية في بلاغ لها.
وبحسب المصدر ذاته يشبه في تورط أعداء هذه الشبكة في جمع الأموال المتحصة من الجرائم المرتكبة في أوروبا لتمويل أنشطتهم الإرهابية. وأشار البلاغ إلى أن الموقوفون كانوا يحولون مبالغ كبيرة من المال، حيث تم ضبط زهاء 200,000 يورو من العملات المشفرة خلال عملية التفتيش. وأضاف أن البعض أعضاء الشبكة حاولوا أيضا استقطاب أتباعا جدد لاعتناق الفكرة الجهادية ودعمهم في حال ما أبدوا رغبتهم في تنفيذ هجمات إرهابية. وبحسب التحقيقات التي أجريت على مدى عامين، فقد تبين أن هذه الشبكة ساهمت في التحضير لتنفيذ مخططين إرهابيين على الأقل تم تحييدهما في نهاية المطاف بفضل تدخلات الأجهزة الأمنية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية أظهرت أهمية التعاون الدولي لتحييد التهديد الإرهابي. الحوارات الأطلسية. عمر هلال: بإمكان المغرب أن يصبح عضوا دائما في مجلس الأمن. شارك عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة صبيحة أمس السبت ضمن فعاليات النسخة 12 من مؤتمر الحوارات الأطلسية الدولية السنوية، والذي ينظم من طرف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بمدينة مراكش تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في جلسة الاضطرابات العالمية الاستجابة اللازمة والتعاون وبناء القدرة على الصمود. وأكد عمر هلال في الجلسة أن هناك مزيدا من الحروب والأزمات في الجنوب، وبعدما كانت حكرا في السابق على الجنوب واليوم حتى الشمال يعرف فترات حروب ونزاعات مسلحة، وهناك تنافس متنام بين القوى العظمى، وهذا التنافس أقل أيديولوجية ولكن يعتمد أكثر على التكنولوجيا. وأوضح عمر هلال أن هناك مع الأسف انحصار لاحترام القانون الدولي، وهناك هجوم على بلدان الجوار وعدم احترام سيادة البلدان الأخرى وعدم احترام قوانين الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الأمور ليست بالجديدة. وأضاف الدبلوماسي المغربي المقتدر في الجلسة التي شارك فيها خبراء أنه في السابق كان هناك احترام للقوانين الدولية أو الحد الأدنى من الاحترام، واليوم حتى هذا الحد الأدنى لم يعد متوفرا، والناس يطوقون إلى العودة إلى آليات متعددة الأطراف، مؤكدا أن دون احترام مبدأ القانون الدولي فإن ذلك سيفتح الباب للفوضى وتسلط القوي على الضعيف، والمؤسسات الدولية ستجد نفسها غير قادرة على التحرك، آليات المفاوضات ستتوقف، والبلدان الصغرى ستتضرر أكثر من البلدان الكبرى. وفي تصريح الله قال عمر هلال إن الجلسة كانت غنية جدا بالمشاركين الذين جاءوا من خلفيات مختلفة، وتم التطرق فيها لقضية الاضطرابات في العالم. وأشار عمر هلال إلى أننا نعيش حاليا في عالم مريض بتعدد الأقطاب، وعندما كان هناك قطبان كان هناك توازن وتمكنت القوتان العظمتان من الانسجام، والآن نشهد تعددية قطبية والعديد من مراكز النفوذ والقوة، ولا يمكن الاتفاق على ما ينبغي للأمم المتحدة أن تفعله أو لحل مشاكل العالم، مؤكدا أن العالم يتسم بالحروب المستمرة، والتفسير هو أن النظام العالمي الحالي غير قادر على الاتفاق على نوع الحل الذي يتعين علينا تقديمه في هذا الوقت. وتطرق عمر هلال في تصريحه لمطالبة القارة الإفريقية بمقاعدين دائمين وخمس مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن، مؤكدا أننا بحاجة إلى بلدان ذات مصداقية وبلدان تتمتع باستقرار سياسي ولها شرعية وحضارة ولها قوة اقتصادية وعسكري ولديها استراتيجية تعاون وتضامن مع بلدان الجنوب وخاصة مع القارة الإفريقية، وهي المقومات التي يتمتع بها المغرب. واعتبر عمر هلال أنه بإمكان المملكة المغربية أن تنجح في أن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن، لأنها تتمتع بميزة الثبات بوجود جلالة الملك محمد السادس الذي يتميز برؤية متبصرة. وأردف الدبلوماسي المغربي المقتدر أن البلدان بحاجة إلى المغرب بكونه لا يزال موجودا بمساعدته الإنسانية وبمساعدته المؤسساتية وبالاتفاقيات الكبيرة الموقعة بفضل الرحلة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى القارة الإفريقية، مؤكدا أن المغرب كان دائما فاعلا للسلام وفاعلا لعب وسيظل يلعب دور البناء واعتدال بين الشعوب والأمم.
رسميا جبهة البوليساريو الإرهابية تتبنى عملية استهداف أوسرد بمقذوفات متفجرة، وما قالته أيضا. تبنت جبهة البوليساريو الإرهابية المدعومة من قبل النظام العسكري الجزائري في بلاغ لها استهداف إقليم أوسرد بجهة الداخل وادي الدهب في الصحراء المغربية بأربع مقذوفات لم يسفر عن أي إصابات بين السكان المدنيين. واعترفت الجبهة الإرهابية في بلاغ له بقصف إقليم أوسرد قائلة إن وحدات بين قوسين جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت قواعد دعم وإسناد خاصة بالجنود المغاربة خلف الجدار العازل بإقليم أوسرد، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. واستنادا إلى المعطيات، فقد سقطت المقذوفات في منطقة خالية من السكان على بعد 5 أو 6 كيلومترات فقط من الجدار الرملي، فيما توعدت الجبهة الإرهابية المغرب بفيديو عنوانتها بتوعد لكم، وتوعدت بحمل السلاح من جديد وبتبني الجبهة الانفصالية المدعومة من قبل النظام العسكري الدكتاتوري العجوز الجزائري الهجوم على إقليم أوسرد. تكون البوليساريو قد أصبحت بشكل رسمي منظمة إرهابية تهدد أمن واستقرار المغرب والمحيط الإقليمي، وهو ما سبق وأن حذرت منه المملكة المغربية في أكثر من مناسبة. الباريس يلتقي ديمسورا مباشرة بعد تأكيده من قلب الرباط استمرار دعم إسبانيا للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية. لن ينتظر وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس طويلا بعد عودته من المغرب لتطرق مجددا إلى ملف الصحراء المغربية، حيث سيلتقي غدا الاثنين مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالملف ستيفان ديمسورا بالعاصمة مدريد. وذكرت إذاعة كادينا كوبي أن اللقاء الذي سيكون السادس بين الطرفين منذ تعيين ديمسورا في منصبه شهر نوفمبر من سنة 2021، واللذان اجتمعا للمرة الأخيرة شهر فبراير الماضي في ميونخ الألماني، سيخصص لمناقشة نتائج الجولة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأممي إلى المنطقة. والموضوع سيكون هو زيارة ديمسورا الأولى إلى الأقاليم الصحراوية التي شملت مدينتي العيون والدخلة في شتنبر الماضية، حيث التقى بمنتخبين وفاعلين مدنيين صحراويين بعدما كانت رحلته الأولى إلى المغرب في إطار جولته في المنطقة شهر يوليوز من سنة 2023 قد شملت الرباط فقط. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد ناقش مع بيدرو سانشيز تطورات ملف الصحراء خلال لقاء جرى بينهما على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في شهر شتنبر الماضي، وهو اللقاء الذي اطلع خلاله رئيس الحكومة الإسبانية على بعض تفاصيل جولة ديمسورا. ويوم الخميس الماضي أكد الباريس من الرباط أن موقف مدريد من قضية الصحراء المعلن عنها يوم 7 أبريل 2022 في إعلان مشترك بين المملكة المغربية وإسبانيا لم يتغير، في إشارة إلى البند الأول الذي يقول إن بلاده تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع الإقليمي المفتعل. بكل اختصار خبر القرن، شاهد من أهلها القيادية الإسلامية الجزائري عبد الرزاق مقري واشنطن حسمت موقفها بدعم مبادرة الحكم الذاتية وتلوي ذراع الجزائر، والجزائر ستنصاها. تفاصيل حصرية تسمعها لأول مرة. سلط الأمين العام السابق لحزب حركة مجتمع السلم الإسلامي في الجزائر عبد الرزاق مقري في مقال مطول تحدث فيها عن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصص فيها حيزا مهما منه للحديث عن التحركات الأخيرة لواشنطن التي قامت بها بشأن الدفع باتجاه إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء المفتعل.
وأكد السياسي الجزائري المعروف بقربه من دوائر السلطة في البلاد في مقال له تحت عنوان ماذا يحدث بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في فقرة خصصها للحديث عن ملف الصحراء، إلى أن الاهتمام المتصاعد للولايات المتحدة بحل هذا النزاع يدل أن هذا البلد قد قرر الحسم في الموضوع. واشنطن تعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي جاد وواقعي وذو مصداقية. ونبه السياسي الجزائري إلى أن هذا الذي يجب الانتباه إليه وهو أن المقاربة الأمريكية بقيت ذاتها بخصوص حل نزاع الصحراء، وهي دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربي، مشيرا إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا جوشوا هاريس قد أكد على ذلك بدون أي لبس في المقابلة الصحفية التي أجراها مع وسائل إعلام جزائرية خلال زيارته الأخيرة للجزائر، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي مقترح جاد وواقعي وذو مصداقية، ويمثل مقاربة محتملة يمكن أن تستجيب لتطلعات ساكنة الصحراء. ولفت مقري إلى محاولة وسائل الإعلام الجزائرية طمس هذا التصريح ومحاولة إيهام القارئ الجزائرية بأن المسؤول الأمريكي دعم المقاربة الجزائرية الداعمة للبوليساري، متسائلا عن الجدوى من لجوء الإعلام الجزائرية لهذا الأسلوب الذي أكد بأنه مربوط بحبل قصير سرعان ما يفتضح أمره وتظهر حقيقتها. الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة اليد الطولة في القضية. وأكد مقري بأن ما يجب الانتباه إليها مما يفهم من الدمج بين المحافظة على المبدأ إجراء الاستفتاء الذي تدافع عنه الجزائر والدفع عن المقاربة المغربية للحكم الذاتي من قبل الأمريكيين، وكتابة هذه المقاربة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في أكتوبر الماضي كخيار من الخيارات، وتداول الموضوع مع البوليساريو من قبل ديمستورا، يدل على أن المقصود من المحافظة على مبدأ إجراء الاستفتاء ما يقولها الدبلوماسيون الأمريكيون والأمميون إنما هو الدفع ليتجه الاستفتاء هذا نحو مقاربة الحكم الذاتي، وأن على البوليساريو أن يقبل ذلك، وأن على الجزائر وموريتانيا المساعدة على ذلك، ولا تدل الصرامة التي يتحدث بها الأمريكان بشأن تمة خيار آخر جوهري يمكن التفكير فيها غير هذا، يضيف عبد الرزاق مقري في تصريح تاريخي. ودعا الأمين العام السابق لحزب حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إلى الأخذ بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة اليد الطولة في أروقة الأمم المتحدة، وأن الدول العظمى الأخرى لا تهتم كثيرا بهذا الشأن، وأنه لا يتوقع وقوع تحول كبير في الملف يعاكس إدارة الأمريكيين، مشيرا إلى تذكير جوشوا هاريس في مقابلته الصحفية المذكورة بأن بلاده هي حاملة القلم لملف الصحراء لدى مجلس الأمن، وأنه بهذا يضغط لعدم بقاء الفرقاء في المقاربة السابقة التي يقول عنها بأنها لم تحل المشكلة، ويوصي بالتحلي بالإبداع والبراغماتية والواقعية، ويهدد تهديدا مبطنا بأن بلاده ستستعمل نفوذها للوصول إلى حل دائم لنزاع الصحراء المفتعل. هل تغيرت المقاربة الجزائرية في ملف الصحراء؟ وأضاف مقري بأن السؤال المطروح الآن هو هل استجد شيء في مقاربة الجزائر في ملف الصحراء واضعا علامة استفهام، وهل ستخضع السلطة الجزائرية للضغوط أو الإغراءات الأمريكية، وهل تمت حلول مطروحة على الجزائر يضمن مضي المقاربة المغربية مع امتيازات للجزائر، مشيرا إلى أنه إن تجاوبت الجزائر مع التوجهات الأمريكية كيف ستبرر الأمر للجزائريين الذي طلبت منهم أن يتبنوا الخطاب الرسمي في هذا الشأن لعقود من الزمن دون فرض أي رأي آخر ولو في الهوامش الثانوية، متسائلا إن كان للسلطة خطة أخرى تتحدى بها المسلمات الأمريكية التي عبر عنها جوشوا هاريس وعن علاقات هذا أو ذاك بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، مؤكدا بأنه لابد في يوم من الأيام أن يفتح ملف الصحراء للنقاش المجتمعي لتكون الحلول جزائرية مغربية بلا خضوع للضغوطات أو الإغراءات الأجنبية وبلا حسابات سلطوية أو مصالح شخصية أو فئوية، وبما يحقق مصالح الشعوب بما يجسد تحقيق حلم المغرب العربية لصالح المواطن بكل سيادة.
بعد اعتراف البوليساريو بجريمة أسرد، الجيش المغربي يقصف المنطقة العازلة ويطيح بشاحنة وتمانى من مرتزقة البوليساريو وهدها. هي التفاصيل. علمنا من مصادر مطلعة أن القوات المسلحة الملكية قصفت يوم أمس شاحنة تابعة للبوليساريو كانت بمنطقة المطارك الواقعة بالمنطقة العازلة. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر القوات المسلحة الملكية قصفت شاحنة مجهولة بعد أن حاولت الاقتراب من الجدار الرملي العازل، مما خلف تصاعد دخان كثيف بعد القصف. هذا وأعلنت أدرع إعلامية تابعة للبوليساريو حول هلاك 8 أشخاص من ميليشيات الجبهة كانوا على متن تلك الشاحنة التابعة لجبهة البوليساريو. هذا وشددت القوات المسلحة الملكية مراقبتها لطول الحدود الجنوبية غرب الجدار الرملي العازلة، وذلك للحد من محاولات ميليشيات الجبهة الانفصالية الاقتراب أو تنفيذ هجمات إرهابية ضد التكنات العسكرية أو استهداف مدنيين على طول الحزام الرملي العازلة. وقالت مصادر أخرى تفحم شاحنة تابعة للبوليساريو حاولت اجتياز حقل الألغام والدخول إلى الأراضي المغربية العازلة بالحدود المغربية الموريتانية. وما يسمى إذاعة البوليساريو قالت أن الضحايا 8 أشخاص بين مبندر وجريحة. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا الصباح. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أتنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر الإعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة بعد قليل إن شاء الله.